أمانة مع تحية وزارة الداخلية. استكمالا للجهود المبذولة وتعزيزا لروح التعاون بين البلدية والمواطن، يستمر العطاء في فعاليات ومناشط شهر البلديات وموارد المياه في مشهد تنافسي يتكامل فيه دور المجتمع مع الحكومة في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والمائية. مع تحيات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، جودة وتميز نحو خدمات بلدية ومائية وشراكة مجتمعية رائدة. إذاعة سلطنة عمان، الجوهر والقبطان، عن رواية للأديبة الدكتورة زويلة الكلبانية. أعدها للإذاعة نور الدين الهاشمي. بطولة الفنان هلال الهلال. تمثيل رشا البلوشية، عصام الزجاجي، يونس البلوشي، صالح القاسمي، زها قادر، يعقوب الحارثي، محمود عبيد، غالية الثيابية، عائشة البلوشية، سعود الخنجري، إدريس النبهاري، قاسم الريامي، محمد الشمري، زكريا البطاشي. الجوهرة والقبطان بالاشتراك مع الفنان القدير طالب بن محمد البلوشي والفنانة نجاة سعد.